كما استمعنا وشاهدنا أغنية في غاية الروعة للفنان عثمان حسين الراحل المقيم، والأغنية أيضا وهذه المشاهد الجميلة بتعبر عن السودان، بتعبر عن جماليات السودان المختلفة من خضرة ونيل ووجه حسن وغيرها. والأغنية السودانية نتمنى أن هي يعني تخرج من هذه القوقعة داخل البلاد فقط، وإنما تنطلق للعالمية، ويمكن سعى عديد من الناس لأنهم يحاولوا ينقلوا الأغنية السودانية للخارج، يعني بجمالياتها بالألحان المختلفة بالقدرة الهائلة على الأداء. يعني أغنيات ليست سهلة وإنما صعبة، لكن عشان إحنا ما نحاول نزدهر ونتطور ليس على مجال الأغنية السودانية فقط وإنما على كافة المجالات، ونقدر ننافس ونكون في المسافة العالمية، في أشياء أساسية بتسبق أو تسبق التطور عموما. ولو راجعنا الهرم ماسلو بنلقى أنه الأمن على قائمة الهرم، الأمن والأمان والاستقرار، واحدة من الأشياء الأساسية اللي بدورها لما تكون هي متوفرة موجودة في البلاد نقدر إحنا بعد ذلك نركز في جوانب تانية، جوانب أنه نحن نتطور نزدهر ويعني نخرج من هذه القوقعة. يمكن شهدت ولاية غرب دارفور الجنينة تحديدا مدينة الجنينة بعض الاشتباكات القبلية اللي راح ضحيتها عدد من المواطنين لهم الرحمة والمغفرة، واللي برضو سببت في نوع من الهلع والفزع لأهالي المنطقة. للحديث عن ما يدور في ولاية غرب دارفور الجنينة أو للحديث عن الأوضاع الحالية في ولاية غرب دارفور الجنينة معنا عبر خط الهاتف مراسل قناة الشروق من ولاية غرب دارفور الزميل بخيت حسن علي. أهلا ومرحبا بك بخيت، وصباح الخير عليك. ألو بخيت من ولاية غرب دارفور الآن هو حضور هناك، يحدثنا عن الأوضاع الحالية، عن الصباح، عن الأجواء، عن الاستقرار، يعني شكل الاستقرار حتى الآن في ولاية غرب دارفور الجنينة. بعيد جدا. ما سامعني بخيت؟ بخيت صباح الخير عليك. ألو السلام عليكم بخيت. احنا في انتظار يعني انه بخيت، يبدو انه في مشكله في الشبكه، لكن على امل انه يكون معانا على الهواء مباشره عبر خط الهاتف علشان ما يطمننا على الاوضاع في ولايه غرب دارفور الجنينه، على هن هناك وشكل الاستقرار حاليا يعني، وما هو متوقع في الايام المقبله، يعني لانه ما دار شيء مؤسف يعني وشيء يحزن له كل ابناء الوطن، باعتبار انه يعني غرب دارفور جزء لا يتجزا من السودان الكبير، والامن والاستقرار مطلوب، ونحن متفائلين ب 2020 بانه يكون في امن واستقرار كبير في البلاد ويتحقق مفهوم بشعارات الثوره الحريه السلام والعداله. بخيت بخيت السلام عليكم. في انتظار انه بخيت يعني حدثنا عن الاوضاع الحاليه كما ذكرت في ولايه غرب دارفور الجنينه للاطمئنان على اهالينا، للاطمئنان على الاوضاع. تحيه صباحيه لصباح الشروق واسره صباح الشروق الزملاء العاملين، التحية للمشاهد الكريم، ونحن في غرب دارفور نحمد الله اليوم وأمس والأمس الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، خاصة الشارع العام، السوق، كل هذه المظاهر، اللواري دخلت يمكن كانت محجوزة في جالينجي لفترة طويلة، طيلة أيام الأحداث، وبالامس كل معظم العربات التجاريه دخلت، والعربات ايضا الترحيل العادي وصل، والمظهر العام في المدينه الحمد لله رب العالمين، الحركه عادت الى طبيعتها، السوق فتح الحمد لله رب العالمين، الخضار موجود، الجزارات موجوده، الافران ايضا اشتغلت بطريقه افضل من الايام الاولى. الحقيقه المساعي الوفد الاتحادي المكون من مجلس السياده ومجلس الوزراء يمكن كانت لهم اجتماعات مكثفه ومتواصله مع الاطراف كافه، الطرفين المعنيين وقيادات ايضا القبائل الاخرى و
الحريه والتغيير، وكل هذه الجهود تواصلت. وحسب اخر تصريحاتي انهم وصلوا لاكثر من 90% لحل القضيه، وحصلت من خلال ما حدث ايضا بالامس، يمكن صدر قرار من حكومه الولايه او لجنه امن الولايه برفع حظر التجوال اللي كان مفروض من اول يوم الحج من 5 مساء للسادسه صباح اليوم التالي، وكل ذلك مؤشر لتحسن الاوضاع الامنيه في الولايه. ويمكن ايضا ردود الافعال يمكن احدثت نزوع، يمكن النازحين كانوا في معسكر كريندن موقع الاحداث نزحوا من جديد لداخل المدينه، وايضا مظهر جديد لنزوح جديد داخل المدينه، في دخلوا داخل المؤسسات والمدارس وايضا هنالك مبادرات كبيره من عدد من الجهات، وخاصة الشباب والمرأة وكل المواطنين الجنينة يمكن هبوا جميعا لمساعدة ومؤازرة أخوانهم الذين نزحوا من جديد لهذه المدارس. يمكن كل الأحياء وقفت لمساعدتهم من خلال الإيواء ومن خلال الغذاء والكساء أيضا بتوفيره، ووجود متواصل مع الذين نزحوا من جديد النزوح الجديد. يمكن ايضا حكومه الولايه او لجنه الامن اصدرت قرار برفع حظر التجوال الوالي في الافادات، ذلك من اجل تسهيل مساهمه الحاجبين على مصلحه الولايه وفتح المجال لايصال المساعدات للمتضررين. كذلك هذا ايضا مبشر. القوات التي وصلت الى ولايه غرب دارفور ايضا منتشره وموزعه في عدد من المواقع، مظهر ايضا يؤكد بسط هيبه الدوله. ايضا اللجنه التحقيق التي تم تكوينها وادت القسم قبل يومين باشرت عملها، بحسب تصريحات السيد الوالي بانها باشرت عملها في استقلال كامل، يعني دون تدخل اي جهه لا مركزيه لا ولائيه، هي تعمل بكل حياديه او بكل استقلال كامل في عملها. والاوضاع عموما هنا في الحاجه كانت يمكن مبشره اكثر واقوى في تقديري الشخصي، بانه كل هذه الجهات الاطراف اللي كانت في الاحداث من خلال اجتماعاتهم مع اللجنة المركزية أو المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولجنة الأمن القومية، أكدوا أنه هذه القضية ليست بقضية قبلية، كلهم الطرفين أكدوا أنها القضية ليست قضية قبلية، وهذا أيضا يبشر بأنه يمكن أن يعجل بحل هذه القضية في تقديري، لأنه كلما الناس أبعد القبلية كلما كانت هناك سهولة لاحتواء الموقف ولحل القضية والوصول إلى حل والوصول إلى تعزيز التعايش السلمي الموجود بين المكونات السكانية. ومن مشاهداتنا حتى الأطراف القيادات الذين كانوا في الطرفين المعنيين عندما يحضروا إلى القاعة أو يحضروا إلى موقع للتجمع تجدهم يتبادلون التحايا بكل ود وبكل احترام وبكل مودة، هذا يؤكد أنهم أيضا حاذبين على حل هذه المشكلة، ونسأل الله أنها تتحل في أقرب وقت. الناس كانوا مبشرين، يعني اللجنة المركزية بشرت بأنها قطعت أكثر من 90%، واليوم يمكن لهم أيضا بعد قليل في تمام العشرة إن شاء الله لقاء يجمع الطرفين، والطرف الثالث المحايد من القيادات القبائل الأخرى القاطنة في ولاية غرب دارفور، هم أيضا كان لهم دور وجاءوا واجتمعوا مع اللجنة، وأيضا لهم دور في
المبادرات التي تمت لإصلاح ذات البين. شكرا جميلا للزميل بخيت حسن علي مراسل قناة الشروق بولاية غرب دارفور الجنينة، يعني هذا الاطمئنان على ما يدور في الولاية، واطمأنينا تماما علينا الأوضاع الآن مستقرة والحياة بدأت ترجع لطبيعتها والأمن مستتب، ويمكن الأسواق كما ذكرت فتحت وهكذا.